امام انت جاي لنا قريب صح ولا مش هتيجي؟ اه ان شاء الله يا كابتن، انا في البلد بس كده في السنبلاون، عندنا قاعد مع العيله شويه كده طيب يعني ان شاء هتقعد الله. سنه يعني مع العيله، هتجي لنا الاسبوع ده؟ هاجي يا كابتن ان شاء الله اكيد طيب والله. دي حاجه بقى، انا لازم اسالك سؤال قبل ما اتفضل. اشكرك، لانه تردد كلام كتير جدا عن امام والمنتخب وانك بتتعمد او بتصطنع الاصابه عشان ما تروحش المنتخب، عملت اشعه ولا لسه؟ كابتن وشكلها موجود، عامل انا عايز ازاي؟ اقول حاجه يا كابتن واحكي بس لي لو القصه دي عليك، مهمه قوي. هو في حد يا كابتن هيجي له منتخب مصر ويرفضه يا كابتن؟ يعني انا الله. لسه سامع الكلام ده من حسين دلوقتي، يعني ها لسه قايل. مين لعيب في مصر هيجي له منتخب مصر بالظبط. ويرفضه، بالظبط. او يقول يعني انا مصاب، او يدعي الاصابه؟ اه يعني انا شفت الناس زامت عليها جامد، مع نعم ان في ناس اتصابت وما راحتش ومحدش اتكلم عليها. نعم صح. طب اشمعنى امام؟ هو انتوا ليه في اي جمله ليه بتحطوا امام؟ بالعكس انا هقول لك انا حطوك في جمله ليه، وحسين قاعد اتفضل معايا يا كابتن. يشاركني الحوار، يعني اتفضل يا انه كابتن. كان في مباراه كابتن حسام كان هيحطك احتياطي وانت زعلت وغضبت وسبت، يعني وقلت ان انا مصاب ومشيت من المنتخب، ومن ساعتها بقيت حاسس ان انت مش اساسي عند الكابتن حسام. طب انا هقول لحضرتك حاجه يا قول. كابتن، انت حضرتك لعبت منتخب مصر يا كابتن دلوقتي. انا لعبت 107 لا مباراه الحمد لله يا استاذ حسام. لو حضرتك يا كابتن، لو المدرب شايف ان انت بتديها الاصابه، هل هيمشيك من المعسكر؟ لا طبعا. مش هيمشيك الا لما نعم يكون متاكد ان انت مصاب، صحيح، في جهاز طبي. نعم. تمام؟ انا راجل ماشي المعسكر وانا مصاب، المعسكر اللي فات ما نفس انا الكلام ده الراجل اتقال عليا المهم. برضه امام. ايه؟ ما نفس الكلام ده اتقال عليا في المعسكر اللي قبليه. ايوه نعم. انا راجل مشيت وانا مصاب. انا دلوقتي لو بدي الاصابه، كان اي حد طلع قال يا جماعه لا ده ما عندوش حاجه وهو اللي مشي. ده صحيح. طب ما فيش من الكلام ده، ما حدش قاله يعني. اصابتي دي اللي في الخلفيه، نعم انا عندي اجهاد يا كابتن في الخلفيه، انا ايوه. مش محتاج ان انا احلف لحد او ابرر لا مع لا حد. لا لا، ما بحبش الحلفان. نعم. اللي عايز يقول اللي عايز يتكلم يتكلم، بس انا راجل دلوقتي مصاب. انا راجل دلوقتي بتمنى، مش انا لوحدي، مش امام نعم. لوحده، اي لاعب في مصر كابتن يتمنى ان هو يلبس تيشيرت منتخب مصر. لا، والدليل في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة طب ما انا ما لما، كنتش يا كابتن بشارك، هو لا انا كنت بشارك بس ساعة مظبوط، دماغك وساعة وقعت على دماغك ولما ولعبت وقعت على المصري. دماغك بالظبط وكان في بروتوكول وأنت كنت مصمم أن تلعب المباراة، لكن بالظبط يا البروتوكول كابتن كان منعك. بالظبط. نعم بالظبط. وكابتن حازم امام موجود يا كابتن، نعم. الكابتن حازم امام موجود. انا قلت له هكتب لك تعويض على نفسك يا كابتن لا، ما أنا عارف، ساعتها أنا عارف المعلومة وقلتها عندي في البرنامج قبل كده. فكابتن اي حد هيتمنى ان هو يلبس تيشيرت منتخب مصر، نعم. شرف لاي حد ان هو يلبس حلو تيشيرت حلو ان انا منتخب اسمع مصر. الكلام ده، جميل. فمش حد بقى يطلع يقول لا ده هو بيدعي الاصابه، وانا هدعي الاصابه ليه؟ يعني انا راجل دلوقتي هدعي الاصابه ليه؟ انا العماز اتصاب. مع فيتوريا، وانا كنت بشارك، ما كنتش بشارك، ايوه ما مظبوط. لعبتش معاه اصلا ولا ماتش في التصفيات. نعم البطوله كلها الحمد لله انا لعبها، نعم الحمد لله نعم لعبتها كلها. طب وانا ليه انا فكرت كده امسك رجليا عشان ما اروحش المنتخب؟ حلو. ليه يعني ليه انا هعمل كده؟